بدأت لجنة الشباب اليوم برعاية الأستاذ النقيب سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب بدء فعاليات إصدار ثلاث بطاقات ذكية من بطاقات الدفع الإلكترونية، بطاقة الفيزا كارت والماستر كارت وبطاقة ميزا، اللي بيتيح للزميل المحامي إن سداد كافة المدفوعات الحكومية وأي سداد في المحاكم أو أي جهة رسمية ستعين الزميل المحامي على سداد الرسوم ومدفوعات الحكومية. هي ما فيش أوراق غير بطاقة الرقم القومي ومجانا، ما فيش أي رسوم أو مصاريف للإصدار، هي مجانا فقط البطاقة الرقم القومي بتاعت الزميل وتصدر في نفس الوقت إن شاء الله بإذن الله.